لازم نروح نجيب أغراض الناقصين علينا، في ناقص علينا شوية أغراض عشان نعمل اليوم المقلوبة. أتمنى أنه تعجبكم. مرحبا بكم. في ناس كتير بتسألني ليه ما بتعمل العيارات بالكوب؟ مشكلة الكوب انه الوصفة ما بتطلع مظبوطة، كل ناس بتشتغل على كوب معين، الكوب ناقص شوية زاد شوية، هو أدق شيء الميزان، أفضل شيء الميزان للوصفات. حتى في المطاعم الكبيرة والفنادق وكل شيء تستخدم الميزان، لأنه الميزان أدق في الوصفات. نروح على محل البقالة مع بعض نجيب شوية الأغراض الناقصين علينا. أتمنى أن تشتركوا بالقناة وانتظروا دائما كل جديد بالمقلوبة، تكون أطيب وحسها مع اللوز أطيب. وأنا دائما بستخدم الأرز المصري، ما بعرف بحسه منيح يعني وبيعجبني الحبة القصيرة. طبعا نجيب اللي هو اللي نحتاج الى الباذنجان، نحتاج الى الباذنجان، نحتاج ومحتاج فلفل اسمر، بخصوص المنجرينا الزبده. دائما انا بحكي زبده في الوصفات، الزبده هي زبده تختلف عن المانجرينا، اللي هي مانجرينا هي عبارة عن زيوت مهدرجة، لما بنحكي زبدة فهي زبدة، فدائما تفرقوا بين الزبدة وبين المانجرينا. أغلب المسميات الثانية مش زبدة، الزبدة مكتوب عليها زبدة كلام واضح. ومحتاج فلفل أسود، أنا فلفل أسود ناعم، و موجود كل انواع البهارات حسب الهيل موجود عندي، الهيل في البيت والقرنفل موجود، كله تقريبا موجود موجود موجود، بس هذا كل شيء. هسا جبنا الاغراض ونروح نجهز مع بعض المقلوبة، ان شاء الله بتعجبكم ان شاء الله. لو انتم حابين لنا احنا نعمل وصفات عن الدايت والرجيم، حلقات او نعمل فيديوهات عن تمارين، فاكتبوا لي في التعليقات. اكتبوا لي في التعليقات لو انتم عاوزين نعمل شيء عن التمارين وعن الدايت.
يعني الجو اليوم كتير منيح الجو، و هسه عم نروح نعمل مقلوبة مع بعض. إذا حابين وصفات معينة نعملها اكتبوا لي بالتعليقات كمان تحت أي وصفات أنتم بدكم إياها. يلا خلينا نروح نشوي. نضيف الملح، طبعا الملح 5% من كمية المية، يعني كل لتر مية 50 جرام ملح، نضيف مدة ساعة. بهارات الدجاج طبعا حسب كل واحد ذوقه، يعني مش شرط انه نفس البهارات تحط، اي بهارات انت بتحبها. طبعا نضيف الوعاء اللي هو مية عشان الرطوبة تضل موجودة في الدجاج. هذا اللوز نضيف مية عليه، نتركه 10 دقائق وبعدين بنقشره. طبعا نحطه على فوطة عشان تسحب المية، وبنقلي بالسير. طبعا لازم تكون حريص انه ما ينحرق، لانه بيكمل استوى بعد ما طلعوا من الزيت بيكمل استوى. نضيف شوية ملح عليه. هذه المكونات بالجرام، وحكيها كمان عيار المعلقة. بتنجان طبعا نص حبة كبيرة او حسب الرغبة، ممكن تضيف بتنجان، ممكن تضيف زهرة، زيت 50 جرام أو حسب، بصل حبة كبيرة أو تنتين صغار أو حسب كل شخص شو بحب. بالنسبة للخضار كل شخص حسب ذوقه. نجيب بتنجان، الزيت، في ناس بتضيف بطاطا، بتضيف، في ناس بتضيف زهرة، كل واحد حسب ذوقه. نقلي البصل، بندورة، حبتين بندورة أو حسب مثل ما حكينا الخضار حسب كل شخص ذوقه. بس اللي هو عيارة الرز والمية هي الصعب العافية. طبعا نضيف الزبدة ونضيف شوية زيت على الزبدة ونسلفح الرز. طبعا إذا الرز مش نضيف لازم تغسله، إذا الرز نضيف وواثق منه أوكي. شوية بس عشان الحبة تمسك حالها. خلاص هيك نديره في صحن، نسكبه في الصحن وبعدين بنصفط، نحط البندورة بالأسفل عشان تحافظ على الرطوبة من تحت وما ينحرق الرز. البندورة فيها سوائل، نضيف البندورة، نضيف الفراخ. طبعا ممكن تعملها بلحمة، ممكن فلي الدجاج، حسب كل واحد ذوقه. نضيف البتنجان ونضيف شوية بصل ونضيف حمص مسلوق مسبقا، منقوع 8 ساعات ومسلوق لمدة تقريبا ساعة مسلوق، أو حسب ممكن تجيب حمص معلب جاهز. يعني نضيف الرز ونضيف باذنجان البصل حمص
دجاج والرز. الرز تقريبا 500 جرام الرز. بخصوص الرز، كل عيار رز له عيارين مية، يعني كوباية رز كوبايتين مية، 500 جرام رز لتر مية، يعني كل عيار رز له عيارين مية. نضيف البهارات على نسكب البهارات كلها على المية السخنة، طبعا المية لازم تكون سخنة مغلية. نضيف البهارات وبنحركها. نسكبها، نحط شيء تحتيها عشان ما تعمل حفرة. نسكبها على الرز وهذا كل شيء. بنكمل عيار الماء طبعا، بنحطها على الطباخ على حرارة تقريبا فوق متوسطة، بس كم دقيقة عندما تغلي، عندما يغلي الوعاء بنزل الحرارة لأوطى شيء. أوطى شيء بنزل الوعاء تقريبا بتاخد شيء ربع ساعة. بعد ربع ساعة بنطفي الطباخ، نتركها ترتاح 10 دقائق ربع ساعة ترتاح، وبعدين بنقلبها بصير اسمها مقلوبة. سهلة جدا. واتمنى تعمل، لو عجبتك تعمل لايك وتعمل اشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، وكل شيء بتلاقوه بالقناة على اليوتيوب.